بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع الشريط 17 بعد 200 على 1. فحينئذ يجب أن نعالج الواقع، هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الألباني مثلا ومن ددن حوله في هذا الرأي؟ طبعا هناك آراء كثيرة مخالفة له، فإذا سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات، بل هن ملتزمات ومتدينات حتى في رأينا، حيث خالفوا رأينا في هذه القضية. لماذا؟ لأننا من عقيدتنا السلفية الصحيحة لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس، ما دام أن الرسول يقول، أن الله يقول لرسوله لست عليهم بمسيطر، فنحن لسنا مسيطرين على الناس، ولكن نقول بالكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي، ما لك أنت سلطان بالسيف تحمل الناس على رأيك، وإنما على قاعدة الحق أبلج والباطل لجلج، فنحن نبين كلمتنا، ويقينا كما هو الشأن في أحق كلمة على وجه الأرض وهي لا إله إلا الله، هل تبناها الناس كلهم جميعا؟ لا، فمن باب أولى أن لا يتبنى الناس جميعا، لا يتبنى الناس جميعا رأي لهذا العالم أو لذاك. ولذلك فهذا المحظور وهذا الجواب الثاني قلته سيكون غير واقع، وإن فرضنا أخيرا وأخيرا أن هذا سيكون واقعا، هب أن الأمر يكون كذلك. لكن ماذا يقولون في هذه السنين الطويلة التي مضت، حيث كان العالم الإسلامي حتى الشباب منهم يعيشون في جهل عميق بكثير من العلوم الشرعية الذاتية التي هي مفروضة عليهم فرضا عينيا، فضلا عن العلوم التي تجب عليهم على طريقة الفرض الكفائي. اليوم نحن نشاهد طبعا في يقظة عند الشباب المسلم في كل من العلمين، علم الشريعة والعلم الآخر، ماذا نسميه، دنيوي صناعي إلى آخره. فالآن في انتباه لهذا الموضوع لم يكونوا منتبهين من قبل. إذا مضى على المسلمين دور تأخروا فيه في العلم، ومن الجائز لهم بل الواجب أن يقوموا به، مع ذلك فظلوا كما هم يعني، فماذا نقول إذا تأخرت النشوة عن القيام بواجب اتقاء لله؟ هناك ما كانوا متقين، الشباب ما كانوا متقين لله، كانوا غافلين عن شريعة الله، فما هو المحظور الكبير الذي سيترتب فيما إذا أخرنا النساء عن أن يتعلمنا علما من العلوم التي نسميها دنيوية كما قال بعضكم ربع قرن من الزمان؟ وأنا أعتقد أنه سيكون هناك جيل أستطيع أن أعبر عنه جيل من النساء امطعم، بمعنى لا هو ملتزم بالمئة مئة ولا هو منحرف أيضا بالمئة مئة، كالجنسين الذين قلنا عنهم إما الفاسقات أو الكافرات، وإنما خلط عملا صالحا وآخر سيئا. سيأتي دور هذا الجنس الوسط يتولى هو تعليم الجنس الملتزم الذي نظن به نحن عليه أن يقع في هذه التجربة، مما يعرض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة. هذا جوابي ولعله واضح. وأنا أريد الآن أن أضرب مثلا
بنفسي أو ببعض إخواني الغيورين، عنده زوجة أو عنده أخت أو عنده بنت، هو لا يجود بإدخالها في مدرسة أو في كلية طبية ليتعلم هذا العلم، علم الطب، ونحن بحاجة إلى طبيبات مسلمات، هذا لا ينكره أحد. لكن أنا أغار على زوجتي، أغار على أختي، أغار على ابنتي، خشية أن يلم بها ويحيط بها تلك الفتنة التي قلنا في مطلع هذا الكلام أنه يخشى أن تقع بعض النساء فيه. فأنا أخشى على هؤلاء اللي هن قريباتي، وأظن أن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على كل مسلم غيور على أهله. شو المحظور؟ سيكون نتيجة أن علم الطب راح يكون بيد إيش؟ الفاسقات أو الكافرات. طيب ماذا تريد أنت يا زيد من الناس؟ أريد أن يكون منا فتيات يتعلمن هذا العلم. طيب إذا أنت خلي تكون زوجتك أو أختك أو بنتك كبش الفداء، هذا معناه. فهل يقول بهذا مسلم؟ أنا ما أعتقد إنسانا يعالج الموضوع من جميع أطرافه بالمنطق الشرعي كما قدمنا آنفا قواعد عديدة، وبالمنطق العاطفي على أهله، ما أظن أنه يفتح الباب على مصراعيه ليقول يجب على الفتيات المسلمات أن يتعلمن هذا العلم الذي فيه مخالفات شرعية في أثناء هذا التعلم. نحن نعرف إما بصور نراها أو بأخبار تروى لنا أنه مثلا بتكون البنت وهي تتمرن على الفحص الطبي بيكون راسها بجنب راس الطبيب، يعني نفسه بيلتقي بنفسها، والله سبحانه وتعالى أدرى بما يقع بين هذين النفسين المتلاقيين، يعني من مفاسد من مخاطر. فمن الذي يرضى بأهله أن يكون كبش الفداء؟ أنا ألفت النظر إلى هذه الحقيقة، ولعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد. خلاص يلا.